خير؟ انت كويسه؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمه دي؟ طب تعالي تعالي اركبي معانا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي تعالي اركبي اركبي. طيب اركبي ما تخافيش. خشي يا حبيبتي خشي، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. والله والله انا ما افتكرت في دون مين اللي انت بتكلميني عليها في التليفون، بس قاعده تفكرني بقى فتون وعسليه وبلاء، وانا بقى على ما جمعت. ازيك يا فتون؟ حلو. انا بعمل لك القهوه اهو، واعملي لي معاكي شويه شاي كده في الخمسين. من عينيا. حاضر. خد يا رضا، انا معايا بودره هروين. طب قومي خش ربط الميه وانا هدير عليكي. افهم يا راجل، انا معايا كميه عايزه اصرفها، تعرف حد يشتري وتبقى مالي ايدك منه؟ لا لا بلاش الخطفه دي، بالراحه واحده واحده. رسيني على الدور. اخلص. عندك حد يشتري؟ على فكره انا هديك نسبه، والنسبه هتبقى كبيره، دول 3 كيلو. بودره بجد ولا فلوروست على روفو؟ طيب يا راجل انت، بودره نمره واحد، اصطف بشوات. بس لو سألوني طالعة منين، ما برضو كمية، ولازم تقولي انت جبتهم منين. من سوق الجمعة. عندك حد يشتري؟ ده بيع وشراء. عندي. هي فتون عايزة منك ايه؟ ابدا. هتعوزي ايه؟ كل خير ان شاء الله. سرقت مني 400 جرام ده. 400 جرام ذهب و45 الف جنيه. يعني انت متجوزها وما تعرفش عنها اي حاجه؟ مش غريبه الحكايه دي شويه يا استاذ محروس؟ يعني واحده اتعرفت عليها ودخلتها بيتك واتجوزتها وعرفتها فلوسك فين ووريتها الذهب اللي عندك، كل ده في شهرين ثلاثه؟ امر الله سعد، هو ده اللي حصل. طيب ما تعاركتوش مع بعض؟ ما شتمتهاش؟ ما مديتش ايدك عليها؟ ابدا. ما شفتهاش بتكلم حد في التليفون؟ جالها رسالة كده ولا كده؟ نزلت وتأخرت في يوم؟ هي لما كانت قاعدة معانا في مدة الثلاث شهور دول ما خرجتش بره البيت، وقبليها كان مقفول عليها الباب بتاع المكتب. قبل كده بقى ما نعرفش عنها حاجة. أنا لما عرفتها ما كانش معاها ورق، كانت بتقول إن الورق بتاعها اتحرق في البيت بتاعهم في مصر. معرفش بقى الحكاية دي كذب ولا تأليف. وأنت صدقت وعادي كده؟ في حد يعمل كده يا محروس؟ أنا عارف إني سلمتها رقبتي يا باشا. أنا عارف. معاك صورة ليها؟ صورة صورة. معايا. هات يا محروس، هات هات يا محروس، الله يحرسك.
اسمك ايه بقى غير محروس؟ روسة. محروس كده احلى وارمل، مش عاجبني روسة ده. محروس لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك، الورق ايه؟ خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطه اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان، احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم يا ابني؟ ده حالتها تصعب على الكافر، اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. هو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود اه، ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه طارق؟ وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه ايه قولي لي عايزه ايه؟ عايزه تقولي حاجه؟ عايزه تكتبي؟ طب استني ثانيه واحده، اوعى اوعى حدين. اتفضلي.